أنا دكتورة دنيا صبح، مدرس الأشعة جامعة المنصورة. محاضرتي عن دور رول اوف مالتي سلايس سي تي ان ذا دايجنوزيس اوف بلمونري فينس انوماليز. أنا هتكلم على الأنواع المختلفة للأنوماليز دي، وإزاي ممكن إنها تكون ايزوليتد أو ممكن يكون معاها أذر أسوشيتد أنوماليز. هبين أنواعها المختلفة بالسي تي، وإزاي إن إحنا في معلومات معينة السيرجن بيطلبها مننا. هوضح البوينتس دي، وشكرا.